عقد مجلس الشورى جلسته اليوم برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، والتي عقدت باستخدام تقنية الاتصال المرئي، حيث ناقش المجلس المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس، والذي يهدف إلى توفيق الأوضاع المالية والاقتصادية للاستثمارات والشركات وتعزيز حقوق الدائنين وتشجيعهم على اللجوء للمميزات التي أقرها المشرع البحريني. قرر المجلس الموافقة عليه، ثم بحث المجلس مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم 261 مكررا إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976، والذي يهدف إلى تشجيع المساهمين في ارتكاب جرائم تقليد الأختام والعلامات العامة على الإبلاغ عنها، بجعل هذا البلاغ عذرا مخففا أو العفاء من العقوبة إذا رأى القاضي محلا لذلك، وذلك لتسهيل الكشف عن هذه الجرائم. ثم وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية. كما نظر المجلس في الاقتراح بقانون بإضافة مادة برقم 23 مكررا إلى قانون تنظيم سوق العمل والصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2006. ناقش اليوم المجلس عدة تقارير لعدة لجان، من ضمنها طبعا تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، واللي يتعلق بقانون إعادة التنظيم والإفلاس. فكان هذا القانون هو تعديل وإضافة مواد إلى هذا القانون. قانون الإفلاس هو من القوانين الاقتصادية المهمة. هذا القانون نظم مسألة الطعن في قرارات الأوامر القضائية، بحيث أن يكون يعني كانت المدة قصيرة، فتمديد المدة بدل 20 يوم إلى 30 يوم. وأيضا ناقش المجلس اليوم تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة، وهذا طبعا قانون بشأن انتخاب أعضاء المجالس البلدية، ويهدف إلى تحديد مدة كافية لفتح باب الترشح وقفلة، وإزالة اللبس عن عملية تنازل المترشح. وطبعا هذه من ضمن القوانين اللي رفضت اليوم.